بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معلوم فإن الكتابة عن مدينة تطوان أو الكتابة التاريخية عن مدينة تطوان هي كتابة غزيرة جدا لا تضاهيها مدينة أخرى في المغرب. فانطلاقا من ما كتبه السكيرج عن تاريخ تطوان والرهوني وكذلك ما كتبه مؤرخ تطوان الكبير محمد داود، فهناك الكثير من المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية إلى آخره. لكن داخل هذا التاريخ هناك الكثير من القصص والقصص التي يمكن أن تتحول إلى قصص أدبية. فمثلا قصة سيدي السعيدي مثلا أو قصة جامع الربطة هي من القصص المهمة جدا، من القصص اللي شارلوم سكيرج في تاريخ ديالو لتطوان. فهاد القصة هذه هي قصة عاطفية جدا وقصة اللي كتذكرنا بتاج محل، لأن تاج محل في الهند تبنى كذلك انطلاقا من قصة عاطفية واحد السلطان إلى زوجته. والآن تاج محل هو واحد من أهم المعالم التاريخية في العالم. فهذا المسجد اللي احنا أمامه الآن هو مسجد اللي تبنى في القرن 17، وهو كان بناء على قصة عاطفية بين شاب وشابة تطوانية تعارفا وتحبا. لكن عندما نتكلم عن المعرفة وعن العلاقة في القرن 17 فإننا لا يمكن أن نقارنها بعلاقات التي تربط حاليا. فكانت العلاقة في الماضي كانت علاقة عسيرة جدا، لكن التطوانيين بموروثهم الثقافي الأندلسي كانت لهم أيام يتم فيها التفتح على الطبيعة. فكانوا مثلا في فصل الربيع يقومون بالنزهات إلى الجنانات التي كانت محاطة بالمدينة، وبالخصوص جنانات كيتان وأبو جراح وغيرها. كانت المدينة مطوقة بحزام من الجنائن والبساتين، وكانت العائلة تستدعي أقربائها للقيام بنزهات تمتد لأيام. في هذه الجنائن يرقصن يغنين يحكون القصص، الرجال كذلك لهم مجالسهم. ففي هذه الظروف تقع انفلاتات، بالخصوص أنه ما بين البساتين هناك ما يسمى بتطوان بالزروب. والزروب هي 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 حواجز شفافة يمكن للشاب أن يرى شابة، يمكن أن يشير لها، يمكن أن يتكلم معها بكلام عن بعد. فهذه الانفلاتات التي كانت تقع كذلك خلال التبحيرة أو عندما كانوا ينزلون إلى شاطئ مرتين في شهر سبتمبر. فكانوا ينزلون طبعا ليس لم ينزلوا لأجل السباحة، ولكن كانوا ينزلون في سبتمبر من أجل الاستراحة والترويح للنفس. فما معروف كان في شهر غشت كانوا يعدوا فيه العدة للخزائن، كانوا يعدون العدة للخزائن، إعداد العسل والسمان والقديد والكسكسو وجميع الأشياء كانوا تعد في الصيف. لكن الاستراحة كانوا يأخذون استراحة في شهر سبتمبر. فهذه الاستراحتين كانت تسمح للشباب برؤية الفتيات وخلق علاقة، وعندما أقول خلق علاقة فأضعها بين قوسين. فتطورت هذه العلاقة إلى أن طلب يد هذه البنت فخطبها من والديها وعقدوا عقد الزواج. خص حفل الزفاف أو حفل الزواج اتفق الفتى مع الفتاة على أنه سيذهب إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وبعد الرجوع سيتزوج. فهذه الفتاة وهي تنتظر رجوع زوجها كانت تقوم بإعداد الشوار. الشوار هو كل ما تصحبه الفتاة من بيتها إلى بيت العروس. فكانت هذه الفتاة من طبقة غنية، كانت من طبقة غنية وأعدت شوارا ثمينا جدا. ففي القديم كانوا يقول في تطوان كانوا يقال إذا زوج الرجل 4 بنات فإنه يخرج للتسول بعد تزويجهم، لأن الشوار كان غالي جدا. وبالخصوص أن هذه الفتاة كانت طبقة غنية فشوارها كان كذلك كان أغلى. ف
فانتظرت العريس في العام الأول، رجع الحجاج، ونعرف أنهم ينتظرون الحجاج في سيدي السعيدي ويخرجون من سيدي السعيدي. هذه العادة انقطعت في تطوان الآن. فسيدي السعيدي كان ولي من أولياء البحر وأولياء المسافر. ففي العام الأول لم يرجع، رجع الناس، هو لم يرجع، سألت عنه لم يعطيه خبر. في العام الثاني، في العام الثالث، الرابع، حتى وصل بها الزمن فبدأ يطلب يدها رجال آخرين، ولكنها كانت ثابتة، كانت ثابتة على الانتظار، على انتظار، كانت وفية. أهم كلمة يمكن أن نقولها في هذا المجال، كانت وفية لهذا، في حبها لهذا الزوج. وعندما بلغت من السن الذي لا يسمح لها بالزواج، وتأكدت كذلك بأنه هو عريسها سوف لا يرجع، فهي باعت كل الشوار، كل الشوار باعت، وكان ثمنه ثمنا مهما، واشترت بيتا نقولوا بدارجة كنسموها خربة. فطلبت من معلم بناء أو العريف، طلبت منه أن يبني مسجد. فلكي يبني هذا المسجد، كان البيت صغير، كان عليه أن يضيف مسافة من الدرب الرقيق الذي أصبح الآن هو أرق درب في 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 المغرب، فكان عليه أن يتوسع في هذا الدرب، مما أدى إلى وجود أرق شارع أو درب اللي هو في المغرب. ثم لكي يربح كذلك المسافة من بقعة الأرضية، فإنه بنى الصومعة فوق الشارع. فصومعة في الشرق الشارع لا توجد في تطوان ولا في المغرب، إلا واحدة في الصويرة. الصويرة هناك صومعة واحدة يمر تحت منها المرة، ثم الصومعة هذه في تطوان. هذا كله لكي يربح المسافة، يوسع في المسجد. فهذا المسجد بالنسبة لي هو يعبر على تربية المرأة التطوانية، على وفاء المرأة التطوانية، وكذلك على حضارة المرأة التطوانية، وكذلك على صبابة المرأة التطوانية، الصبابة العفيفة النظيفة الوفية.